دعا تحالف من منظمات المجتمع المدني الحكومة والمشرعين الفيدراليين إلى الضغط من أجل حظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المحكمة. كانت قد أصدرت محكمة عليا في ألمانيا حكماً مايو الماضي بأن أجهزة الأمن المحلية يمكنها الاستمرار في التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني باعتباره حزباً قد يكون متطرفاً، ما يعني احتفاظها بالحق في إبقائه تحت المراقبة. وتعرض الحزب لتدقيق أكثر صرامة في الآونة الأخيرة بسبب تصريحات عنصرية من بعض الأعضاء واتهامات بأنه يضم جواسيس وعملاء لروسيا والصين. للمزيد انضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية. عربي، بعد التحية، إذن ماذا يمثل هذا الضغط من جانب منظمات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بصعود اليمين المتطرف في الآونة الأخيرة وأيضا أحكام المحكمة التي تشير إلى بأنه من الممكن استمرار التعامل مع حزب يميني متطرف مثل حزب البديل من أجل ألمانيا؟ كريم، السبب الرئيسي في هذا الغضب الشديد على حزب البديل من اجل المانيا اليمين المتطرف بالطبع هو فوزه بالمركز الثاني في انتخابات البرلمان الاوروبي هنا في المانيا بفارق كبير جدا على الاحزاب الحاكمه بالفعل. لذلك هناك مخاوف كبيره جدا بالنسبه للنقابيين وايضا المؤرخين والنشطيين وعدد كبير من النشطيين وعدد كبير جدا من السياسيين ايضا ان يزيد المتابعين لحزب البديل من اجل المانيا ويزيد نشاطه في المانيا بشكل كبير جدا. لذلك اطلق اليوم ائتلافا مكون من ناشطين ونقابيين وحتى صحفيين ايضا ومؤرخين ائتلافا للضغط على الحكومه الالمانيه الحاليه وايضا على البرلمان الالماني البوندستاغ حتى تقوم الحكومه الالمانيه الحاليه برفع دعوى قضائيه امام المحكمه الدستوريه العليا حتى تبت المحكمه الدستوريه العليا اذا كان هذا الحزب هو حزب يمين متطرف وتقوم بحظره على الفور مثل ما حصل مع بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة النازية خلال السنوات الماضية بنفس الشكل تقريبا. ولكن هذه الائتلاف الذي انطلق اليوم يعني هو يستند في الأساس أيضا إلى تقرير جهاز المخابرات الألماني الداخلي جهاز حماية الدستور الذي يراقب الآن كما أشرت حزب البديل من أجل ألمانيا، ويعتبر جهاز حماية الدستور المخابرة الداخلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب يمين متطرف بالفعل. ولكن المحكمة الدستورية العليا عندما سئل أحد القضاة السابقين في المحكمة الدستورية العليا هنا في ألمانيا قال أن المحكمة لا يعنيها في شيء تقرير المخابرات الألمانية، المحكمة هي محكمة مستقلة بشكل كبير جدا ويجب أن تقوم الحكومة الألمانية بتقديم دلائل قوية جدا تبرز هذه الاتهامات أن هذا الحزب هو حزب يمين متطرف يقلب أطراف الشعب على بعض ويتسبب في أزمات كبيرة بين أطراف الشعب، وبالتالي تقوم المحكمة الدستورية العليا عربي يعني في هذه النقطة بالتحديد بمزيد من الفهم، يعني كونه حزب يميني متطرف هل هذا يعني بأنه يجب حظره؟ لا بالطبع، هو تصنيف من جهاز الاستخبارات الألمانية الداخلية وحتى هناك محكمة إقليمية كما أشرت هي حكمت بهذا الأمر. يمكن لجهاز المخابرات الألمانية يستمر في مراقبته، ولكن عندما يقوم جهاز المخابرات الألمانية أو الحكومة الألمانية بتقديم دلائل تقول أن هذا الحزب يتسبب في أزمات مجتمعية بليغة جدا ويعمل ضد الدستور الألماني، الحكومة الألمانية وهذا الائتلاف الذي انطلق اليوم يحتاج دلائل على هذا الأمر، دلائل قوية حتى تقوم المحكمة الدستورية العليا بحظره. ولكن هو بالطبع حزب يمين متطرف في كل أفكاره المعادية لكل شيء للآخر وحتى للمسلمين، وأعلنها بشكل كامل، يرفض فكرة الاتحاد الأوروبي وكل الاتفاقات الاقتصادية الخاصة بألمانيا، يرفض فكرة اليورو، يرفض كل شيء بشكل كامل ما هو موجود الآن في ألمانيا، يريد طرد الأجانب جميعهم حتى من حصل على الجنسية الألمانية. لذلك هو يتسبب في أزمات كبيرة جدا هنا في ألمانيا، ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى دلائل قوية دامغة من الحكومة الألمانية أو أي ائتلاف يقدمها أمام المحكمة الدستورية العليا حتى تقوم بحظره. من العاصمة الألمانية برلين، عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.